بقيه الارصاد الجويه بتشهد اليوم طقس شديد الحراره على اغلب الانحاء، مائل الحراره الرطب ليلا، فيما تتاثر البلاد بموجه حاره بيصاحبها ارتفاع درجات الحراره على اغلب الانحاء. تفاصيل اكثر عن حاله الطقس مع العتيفون دكتور محمود القياتي، عضو مركز الاعلام بقيه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني من امبارح واحنا عارفين ان في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره من 4 لـ5 درجات، وكمان كان في ظاهره شديده النهارده يمكن انا لاحظتها وانا جايه بنفسي، هي الشبوره المائيه كانت يعني كثيفه جدا النهارده على الطرق. بالتاكيد احنا اليوم تحديدا زي ما نوهنا طبعا في نشراتنا انه بدايه من اليوم هيكون في عوده لارتفاع درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه، بعد درجات حرارة كانت تعتبر معتدلة نسبيا شهدناها على مدار الفترة اللي فاتت. يمكن الارتفاع ده ان شاء الله مستمر من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم علشان توصل معها العظمى على القاهرة ما بين 37 لـ38 درجة مئوية، بعد ما كنا بنسجل في حدود 33 درجة. كمان الارتفاع ده بيأثر بشكل ملحوظ على محافظات ومدن الساحل الشمالي اللي هتسجل هي الأخرى درجات حرارة مشابهة للقاهرة، وهتعود مرة أخرى محافظات جنوب الصعيد علشان تسجل 43 و44 درجة خلال ساعات النهار. كمان ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار ده بيأثر على درجات الحرارة خلال ساعات الليل اللي هتوصل بالفعل لـ 27 و28 درجة مئوية. نقدر نقول ان الاجواء هتصبح شديده الحراره خلال ساعات النهار على اغلب مناطق الجمهوريه، وهتكون مائله للحراره ورطبه خلال ساعات الليل. سبب الارتفاع ده يمكن الكل بيسال عليه هو بسبب تاثرنا بكتل هوائيه جنوبيه قادمه من مناطق صحراويه هتؤدي لارتفاع درجات الحراره بهذا الشكل. يمكن الفترة اللي فاتت كنا بنتأثر بوجود مرتفع العروض الوسطى أو مرتفع الأزور اللي كان بيلطف الأجواء بشكل كبير، وزي ما أشرت لحضرتك في البداية الارتفاع ده إن شاء الله مستمر حتى نهاية الأسبوع حتى يوم الجمعة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الارتفاع ده مستمر حتى يوم الأربعاء، لأنه من يوم الخميس هتبدأ الانخفاضات التدريجية فقط على السواحل الشمالية إن شاء الله. مع أن حضراتكم قلتوا أن بكرة إن شاء الله هيكون يمكن ذروة الارتفاعات، ده صحيح يا فندم على يمكن على محافظة القاهرة والمحافظات الجنوب الصعيد؟ بالتأكيد الأربعاء يعتبر هو أعلى درجة حرارة هنسجلها خلال الموجة دي، وبعد كده الخميس بيكون مشابه للأربعاء في بعض المناطق، لكن خلينا نقول إن السواحل الشمالية هتسجل درجات حرارة عالية اليوم وغدا فقط، ومن يوم الخميس هتعود درجات الحرارة على السواحل الشمالية لحدود الـ 32 أو 33 درجة، في حين الارتفاع ده مكمل على القاهرة وباقي مناطق الجمهورية حتى يوم الجمعة القادمين بإذن الله. طيب بالنسبة للشبورة المائية يا فندم، يعني أنا بقول لحضرتك وأنا جاية الفجر النهاردة، لا كان فيه مع إنها مش طرق هنقول سريعة ولا قريبة من المسطحات المائية، طرق عادية يعني، بس كان فيها نسبة شبورة عالية جدا. بالتأكيد هنبدأ الفترة اللي جاية إن شاء الله ومع اقتراب فصل الخريف هنبدأ نلاقي الشبورة المائية بدأت ساعات تكونها تكون أكثر، يمكن الفترة دي بتكون الشبورة حوالي 4 ساعات تقريبا من الساعة 4 للساعة 8 صباحا، تتلاشى بمجرد سطوع أشعة الشمس. هنبدأ نلاقي الفترة اللي جاية كثافة الشبورة بدأت تزداد شيئا فشيئا، وكمان ساعات تكونها تبدأ تزداد، لأن كلنا عارفين إن موسم الخريف بيكون من أهم المواسم اللي بتكون فيها الشبورة المائية، علشان كده دايما بنأكد على المواطنين بتوخي الحذر التام خلال ساعات الصباح الباكر بالنسبة للمسافرين على المناطق الموجودة داخل أو خارج القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. وهتبدأ كمان رقعة الشبورة تزداد، هتبدأ تصل حتى محافظات شمال الصعيد ومناطق من وسط سيناء. طيب حضرتك درجات الحرارة دي هتبدأ تنخفض مرة تانية إن شاء الله بداية من الجمعة ولا بداية من السبت تحديداً؟ بالنسبه للسواحل الشماليه الانخفاض هيبدا، لا خلاص احنا بنتكلم على القاهره، احنا حضرتك قلت لنا الخميس من السواحل الشماليه هتبدا من الخميس تنخفض، باقي مناطق الجمهوريه من ضمنها القاهره من يوم السبت ان شاء الله من يوم السبت هيبدا مره اخرى يعود تاثرنا بوجود مرتفع العروض الوسطى، ده من يوم السبت مع وجود امتداد لمنخفض جو في طبقات الجو العليا، وبالتالي الانخفاض على القاهره وباقي مناطق الجمهوريه هيبدا من السبت، هتعود العظمى على القاهره
في حدود ال 33 درجة مئوية، ودي بالفعل تعتبر هي المعدلات الطبيعية بالنسبة للقاهرة. هتبدأ تعود مرة أخرى على محافظات الصعيد إلى معدلاتها الطبيعية، ده من السبت إن شاء الله وهنبدأ نلاقي تكون لبعض السحب المنخفضة والمتوسطة مرة أخرى اللي كنا بنشوفها الأيام اللي فاتت على شمال الجمهورية اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس خلال ساعات النهار. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 37 الصغرى 27، عاصمة الإدارية 37 26، اسكندريه 36 26، العلمين الجديده 35 24، مطروح 32 25، دمياط 32 27، بورسعيد 33 27، اسماعيليه 38 26، السويس 38 27، العريش 35 24، كاترين 31 18، طابا 36 28، حلايب 36 29، شلاتين 39 28، شرم الشيخ 38 28، الغردقه 38 28، الفيوم 37 26، بني سويف 38 26، الوادي الجديد 40 25، اسيوط 39 25، سوهاج 40 26، قنا 41 28، الاقصر 41 27، واخيرا اسوان 42 28. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس، لكن نخلي بالنا من الشبوره المائيه اللي بتكون كثيفه على طرق سريعه والقريبه من المسطحات المائيه صباحا، وكمان في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، لكن ان شاء الله تبدا تنخفض بدايه من السبت القادم باذن الله. هرجع مره ثانيه لمصطفى ومنى عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، ولو ان انت ما طمنتيناش ولا حاجه بعد ما قلت ان في ارتفاع في درجات الحراره. من يوم السبت هتنزل تاني درجات الحراره ان شاء الله. شكرا لك يا دينا. شكرا لك. شكرا يا دينا.